تنباه. يا صبري يا صبري، اقفل باب الاسانسير. صباح الخير يا تخين، مش هين عليك تنزل دور واحد. مالكش دعوه مالكش دعوه، بقول لك يا سوسته انت مالكش دعوه بيها على الصبح. يا سوسته تعال يا مز. يا اخي يا اخي احترم نفسك، الاشكال الزباله اللي انت بتجيبها العماره دي، العماره دي طول عمرها عماره نظيفه. صباح الخير. اهلا، صباح النور. اهلا وسهلا فوزي سعيد. انا كويس الحمد لله، منوره العماره عندنا. ميرسي. اوكي المره دي ماشي. والله انتوا بتتخانقوا بقى ولا ايه؟ الاستاذ التخين عايز ينزل بالاسانسير دور واحد. يا تخين هو بصراحه بقى عنده حق، وانا كمان رجلي بتوجعني يعني. حتى شوف هنزل معاك. حقيقي شفت مش مساله دور واحد. اتفضلي سامة سوسة، اتفضلي. فوادي الاسانسير جه اهو. لا ازاي بقى، اتفضلي اتفضلي. العفو. العمارة ضيقة، يعني العمارات القديمة كلها يعني واسعة قوي مضايقين الأسانسير عليها. أهلا أهلا وسهلا. مبسوطة عندي في العمارة؟ قوي. طيب الحمد لله. الحمد لله. وإن شاء الله ناوية تيجي تاني تشرفينا؟ إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله دايما عامل كده. أهلا وسهلا. إحنا هنفضل واقفين كده كتير؟ ممكن ندخل جوه لو تحبي. إيه لا لا، إحنا في الأسانسير. ايه ده، ننزل يعني؟ طبعا هننزل، هيجي وقت وننزل ان شاء الله. طيب بس ممكن بعد اذنك الزرار بس. انهي زرار؟ لا انا اقصد الزرار بندوس عليه في النازلين تحت. عشان اطوله بس. بعد اذنك. انا اسف. فين الارضي؟ ده بتاع الانذار. كويس برضه، عشان لو احتجناه. استني بس، هم لغوا الارضي ولا ايه؟ فين الارضي؟ اتفضلي. مرسي على الوقت الظريف، مرسي جدا، اتفضلي، مع السلامة. الفول يا أستاذ مادي، الفول. يا صبري، أنت شايفني مستعجل يا أخي وعندي اجتماع. إيه؟ ده بزيت الحر؟ ايوه، وليمون. بس اكيد تحط يعني، حطيت كمون ما حطيتش كمون؟ ما هو اهو اهو ده اللي على الوش ده، كمون؟ ايوه ده. وبصل وطماطم وبتنجان مخلل؟ طبعا. وايه ده، خمس رغيف؟ انت بتستهبل ليه؟ روح هات خمس كمان بسرعه. طيب على طول، مأخرني كده شكلك، عندي اجتماع مستعجل. مستر جون بارك، المدير الاقليمي لشركه والت ديزني في الشرق الاوسط هنا، في اجتماعه السنوي يعني يحب يسمع آرائكم في زيادة نسبة التوزيع للمجلة. أنت متأكد؟ فضل. دلوقتي أنا عندي فكرة ممكن تخلي المبيعات يعني تضرب في السماء. إحنا ممكن نجوز ميكي لميمي. أنت بترجم بإيه؟ اسكت. متقلقش حضرتك، متقلقش، ما إحنا هنجيبها بالتدريج. يعني الاول نبتديها قرايه فتحه كده مثلا على الضيق في البيت عند ميمي مثلا، واخبار حضرتك، وبعدين نخش على تلبيس دبل في كتب كتاب في كده في فرح، وهي الناس برضو تفرح، لان الناس بقالها كتير قوي ما فرحتش. فرح ايه يا ابني؟ فرح ايه؟ الله، في فرح دي شخصيات كرتونيه، هنجوزهم ازاي بس؟ طب وايه المشكله؟ مجدي ارجوك بطل فاتي وفزلكه. فيها ايه يعني؟ اقعد. اتفضل يا اشرف. أنا شايف إن إحنا ممكن نزود البيع لو زودنا منافذ التوزيع في الصعيد والأماكن البعيدة. يا ولد. فعلا، لأن القراية عندهم لسه ليها قيمتها، لأنهم ما عندهمش الكمبيوتر جيمز والتكنولوجيا الحديثة اللي عندنا. كويس أنا؟ قلت حاجة حلوة؟ فعلا، الكمبيوتر جيمز مؤثرة جدا، ده أنا حتى جوزي ما بقاش ينام طول الليل في السرير، وبقى يلعب بلاي ستيشن. هي وجهة نظر برضه، بس عارف حضرتك. بتفزلك. حمير كتكونيلة بقى هايم. انت بتترجم له بتقول له ايه يا جدع انت؟ الله، الحمد لله انه ما بيعرفش عربي. اسهول سان اوف بيتش والكليو سان اوف بيتش. صحيح، ده اللي هيودينا في داهيه. انا كمان عندي فكره تانية انا اللي فكرت فيها برضو، انه بطوط وزيزي يلبسوا دبل. Actually this is a very good idea. والله يا اشرف انا افكاري دي لحد مقدرها.
يا ابني انا قلت لك قبل كده انك موهوب، روح شوف لك ممول واعمل مجله الكاريكاتير اللي كان ابوك بيحلم بيها. يا عم اقعد على جنب، اقعد على جنب، وانا هجيبه منين الممول ده ان شاء الله؟ انت راخ فكرتني، ده انا في مكالمه مهمه جدا عايز اعملها. سوري يا اشرف، بعد اذنك. ولا يهز. الو، ايوه يا داليا يا دبوس، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كلمت كتير؟ معلش اصل انا كنت نايم في الاجتماع فما عرفتش ارد. تمام يا حبيبتي. الله صحيح يا بت، انت مش ناويه بقى تقولي لي اسم الواد ده الحمار ده ابو عينين خضره ده اللي انت ضحكتي عليه وقلتي له ان اللي في رقبتك دي قرصة نحله؟ ها ذكرش. امال هيعمل ايه بقى لو شاف الخربوش؟ ايه ده؟ التليفون قطع وهو على ودني وانا بتكلم. معقوله كده الناس تقول عليا ايه؟ اهبل. بيجي خد بيجي على الزرار فبيقفل. الو، ايوه يا دودو، معلش يا حبيبتي الخط قطع وانا بتكلم. دودو هاي. نيني اهلا وسهلا. انتوا ممكن تروحوا تستنوني في الكافيتيريا تشربوا حاجه لحد ما اغير هدومي واجي لكم. ما تجيش. اوكي اوكي ما تاخريش. اتفضلي. باي. بنتي ريهام انت اجدع واحده من صحباتي. جاي اتفضلي اتفضلي. ايه ده؟ يا بنت اقعدي بقى في الكلب ده. انت ممكن تقولي ناني على الله؟ ما قلتش. ما قلتش ايه؟ يا ناني. هقول هقول. حاضر حاضر، اول ما تيجي فرصه هقول على طول. عارف؟ ما قلتش عارف. هقول والله العظيم ومصحف شيف هقول، بس هجمعهم كلهم مع بعض واقولهم. عارف ويا ناني وكله. حاضر. انا حجمك ده ما يفرقش معايا خالص. حقيقي؟ ياه، لا انت وفرتي عليا كلام كتير وتفكير كنت عمال افكره من الصبح. طب كويس. بص، مين دول؟ بابا وماما. ما شاء الله طايت قوي، ربنا يخليهم لك. ماتوا. ربنا يرحمهم. في حادثه طيارة. يا ساتر رب. بس سبحان الله برضو انا يعني بابايا ومامتي ماتوا في حادثه برضو، بس في حادثه عربيه. بابايا كان رسام كاريكاتير ومامتي فنانه تشكيليه. ف يعني وخالك برضو اللي رباكي؟ لا انا ما تربيتش. انت انا ايه؟ عايزاني اربيكي؟ تعرف ان انا لسه جايه من عند دكتور؟ دكتور نفساني. ايه يا نين؟ ايه راح ايه يا نين؟ في ايه؟ انت مين اللي قال لك؟ هو فعلا؟ ده انا كنت بهزر. الناس ما بقتش بترحم. ايه ده؟ ايه ده؟ الله. طب ايه؟ حاجه تقرف خلاص يعني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه دي؟ ايه خد صدر يا اخي خد. حاضر حاضر حاضر. خد حاضر خلاص. خدت واحده خدت واحده. ايه دي يا نيني؟ فين الولاعه؟ انا اسف انا اسف. ايه دي كريم؟ ايه دي يا نيني؟ ايه دي ايه دي ايه دي؟ ابوس ايد. انا اسف انا ما انا ما وانا يا نهار اسود. الحمد لله انك ولعتيها قبل ما تقع. طب الحمد لله. ايه دي ايه دي؟ لا 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 لا. ايه دي؟ انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف. بس اطمن، انا كأنثى معليش اي تلافات، جاهزه للتزاوج والتخصيب. تخصيب؟ انا من ناحيه الرحم. رحم؟ تمام تمام تمام. وانت؟ لا انا ما عنديش رحم، يعني انا مش تمام بصراحه. انا انت مش ملاحظه انك انت بتنطي مراحل؟ لسه بدري عليها شويه، في اول قعده يعني. انا بحب البوس قوي. بتحبي ايه؟ البوس قوي. البو يعني؟ سمعتها صح. انت بتنطي فعلا. بصي بص، يعني تخصيب ومن ناحيه وتزاوج وانسه ناني. اعذريني انا انا يا لهوي ده الساعه لازم امشي. معلش انا انا اسف. بعد اذنك. طب ولو قلت لك اني عندي اربع حسنات في ظهري؟ هيبقوا خمسه لو سبتيني امشي. اوريهم ده؟ لا 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 يا ريهام. لا 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 يا ريهام. اوعى تقولي امك. انت ايه يا ريهام؟ ايه يا بوندو انت؟ انا مش تفتح بجيب الكوره يا اخي. تخين. طيب هجوم. انا بائس، انا حزين، انا متضايق، مش عارف اعمل ايه. جننتني جننتني.
جننتني. أنا خايف أسمع كلام غادة ما تطلعش بنفس حكمة وبعد نظر أمي وخالتي. بنفس حكمة وبعد نظر أمي وخالتي. أكيد مش هتطلع بنفس حكمة وبعد نظر أمي وخالتي. أيوة كده. سامي أنت إيه؟ حرام عليك يا أخي، حرام عليك، أنت خنقتها وخنقت نفسك. يا سامي يا حبيبي، طول ما أمك وخالتك بيتدخلوا في حياتك كده، حياتك هتخرب. طب أسمع كلام أمي بس. ولا أمك يا سامي كمان، الله، أمك والدتك خلاص يا حبيبي، أنت عايز منها إيه تاني؟ غادة هي الوحيدة اللي مستحملة الإيكو بتاعك ده، ما تطفشهاش بقى. وفين غادة دلوقتي؟ فين غادة دلوقتي؟ فين غادة دلوقتي؟ بس بقى، بس 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 يا سامي، على طول محسسني إن أنا قاعد كده مع اتنين تلاتة. طب بقول لك إيه؟ أنا هتكل دلوقتي عشان محتاج إني أقعد لوحدي شوية. أحسن برضه. وأنا كمان. بقول لك إيه؟ أنت لازم تقلل السكريات بقى والملح اللي أنت بتاكلهم دول. حط. أنت ضغطك عالي عالي عالي. خلاص بقى، عليته زيادة، خلاص. شكلك مش عايز تقبض الشهر ده، انا ماشي. لا يا خالو، انا جاي اهو، جاي اهو يا خالو. وحشتني يا عجل. وانت كمان يا فرس النهر. طب انا مش فاهم الدب ده، انت مش عايز توسع امه ليه؟ انت لسه عشان لابس جاكيت. ايدك يا سامي، ايدك يا سامي. طب ده اتفضل يا عمو. مين سامي ده؟ يبقى مين ده؟ عمو مين؟ متقلقش، ده واحد صاحبي، واحد صاحبي. بعد اذنكم بقى انا مضطر استاذن. سلام يا سامي. سلام سلام سلام. شبه يا سامي. سلام سلام سلام. ايه العيش ده؟ وانا معدي على الفرن لقيته بيفحفح. هو انت جايب لك 30 رغيف تعضهم؟ شكرا. خد بقى ايه؟ فلوس الشهرين، الشهر المتاخر والشهر اللي احنا فيه ده. يشوفك يا خالو يقول يعني جايب لي اراد مزارع دينا. ده يلا شجرتين كاكا يعني، دول مش نافعينك؟ نافعني نافعني. خلاص بقى يا خالو، خلاص بقى نافعني. انما ايش الشياكه اللي انت فيها دي؟ ابدا، اصل رايح حفله تأبين بتاع زميلي عبد العزيز، كتبت فيه قصيده عايز اسمعها لك. مش معقول يا خالو، انت من ساعة ما طلعت على المعاش وانت مراكش غير حفلات التأبين دي. يعني يرضيك يا ابني ما اقولش كلمتين حلوين في سبايل عمري بعد العشرة دي كلها. لا يا سيدي اتفضل، سمعنا يا خالو. عبد العزيز صديقي العزيز، كأن افتقدت طاجن لذيذ. طاجن في حزنك مملح، في فرحك كريز. هتحلي كمان. هتفرج يا جردل يا شبشب يا صندل. صندل ده الاستاذ عبد العزيز؟ لا حضرتك طبعا يا خالو. ما هو انا اللي مضايقني، تخيل صحابي قعدوني مع واحده خلل وكمان عايزين يجوزوها لي. هو انا واقع الدرجات يا خالو؟ ايوه واقع ولازم تخس. شوف مين اللي بيتكلم. بص من الاخر، الستات يخلفوا ويضربوا فانشروا، لكن ما همهمش غير الراجل السنباتيه، ما بصوش على اي جوانب حلوه تانيه في الراجل. انا نفسي في واحده يا خالو، واحده بس تشوف فيا اي جوانب غير الجوانب دي. خلو انا جوعت قوي. انت اتعشيت طبعا؟ ها اتعشيت، بس ممكن يعني انا معاك يعني. لو نحتاج نجيب عيش تاني بقى ولا ايه؟ خالي انت قلت انك اتعشيت، ما تدوسش في السندوتشات جامد. انا بعض على خفيف يعني. ماشي، كان على خفيف. اوكي بص يا سيدي الصور. بص بابا وماما رفيعين قلمين رصاص بيتصوروا في الصوره، يبقى انا بقى طلعت من قالك كده لمين؟ اكيد ليك. لا يا حبيبي، انت الفتره اللي جيت قعدت معايا فيها جيت قلين دي تنكر؟ يعني انا قاعد في بيت بيبقى فيه سجق ورقاق باللحمه المفرومه الساعه 2 بالليل، عايزني اطلع مين يعني؟ تامر هجرس. والله انت عندي احلى من تامر هجرس. بص يا خالو. بص الصورة دي. ايوه ده حمادة السفروت. ايوه اسمه اصلا حمادة الاسيوطي، بس احنا كنا مسمينه حمادة السفروت. ياما ضربناه على قفاه واحنا صغيرين في المدرسة، بقى رجل اعمال دلوقتي. ايه لما دي عيد ميلاد ده ولا ايه؟ ده عيد ميلاد دينا واحنا صغيرين، كانت هي في ابتدائي وانا في الاعدادي. صدق اخده. دينا دي الوحيدة اللي حبتني وكانت هرياني جوابات عاطفية. انت ما حكيتيش على حاجة زي دي قبل كده خالص. يعني ما بحبش اتكلم عن نفسي. من الاخر نوني خرايا احسن، اللانشون لازق في بقي جامد قوي. ليك حق، ده كمان الجبنه رومي حاجه صعبه. تصدق بقى يا خالو ان انا لسه محتفظ بالجوابات بتاع الدينا دي لحد النهارده؟ ايام يا واد يا الشاعر. عموما انت لسه العمر قدامك، هتحب وتتحب. نقول لي فرد الجبنه الرومي ده انت ايه؟ ما جاش وقتك يعني ولا ايه؟ يا راجل يا طحش انت. جه وقتي. امال ايه اللي حصل؟ بس انا زي ما تقول تقلت عليهم. ده واضح انك تقلت قوي يا خالو. بس
مش عايزك تقدر تغطي اللي انا غلطتها. انت عارف ايه المشكله؟ حلها قبل ما العمر ما يعدي بيك والدنيا تتسد في وشك. انا مضطر اقوم عشان التأبين. بعد ما احكي خلفي كان بودي اوصلك. لا خلاص. قولي بقى عشان عايزه اتخيلك شكلك عامل ازاي. بصي يا ستي، انا يعني شعري مش ناعم ومش خشن، اوكي؟ وبعدين لا انا ابيضاني ولا اسمراني، يعني ممكن ابقى وردي شويه. اما بالنسبه للطول بقى، انا لا طويل ولا انا قصير. وجسمك عامل ازاي؟ وعناية سودة. لا بقولك وجسمك. واحيانا ما بسمعش كويس كده يعني. انت عارف انا متخيلك كده شبه مين تقريبا؟ تخيلي انت احسن يا دينا. على حسب ما انا فاكراك كده وانت صغير كان جسمك يدي على احمد عز. احمد رزق؟ لا احمد رزق ايه، احمد عز يعني، بس انا على مقسم شوية. يا ترى شكلك ايه يا دينا؟ يا ترى شكلك ايه؟ يا ترى شكلك ايه؟ وصلنا. تبارك الله، يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا يا معلمة. الديناصورات وصل. اهلا اهلا من بعواد. اتفضلوا اجريان، كلم المطبخ بسرعه خليه يزود. من عينيا يا معلمه، اجري بسرعه. اجيب طعمين كمان، خليهم اربعه ان شاء الله. هوا عندك اربعه حلواني؟ والله يا خالي ما عندكش فكره دينا دي طلعت لذيذه قد ايه. عايز اعرف البنت دي شكلها ايه. هي قالتني انها بتطلع في الصور زباله. تمام خد يا رب تصدق، بس ادعي معايا كده يا رب تطلع مكعبله يا رب يا خالي يا رب. بعدين خالي انا موضوع الشكل ده ما يفرقش بالنسبه لي خالص. نفسي هموت واتحب يا خالي. انا اعرف ان الواحد يقول نفسي يجي. منوف مين؟ جاي من دبي. انت مستنيه حد جاي من دبي؟ يعني عموما هي طياره دبي وصلت خلاص. يجي انا منوف؟ ما اعرفش والله يجي ولا ما جاش. هو يعني زمانه خارج من هنا. من هنا؟ هيخرج من هنا تلاقيش. مجدي يا رب انا قلت مكعبله. بس مش للدرجه دي. تمام الحمد لله، كويس الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، انا ما كنتش اتخيل ان انت تاخد خاوي بالشكل ده. بصراحة ولا انا كمان كنت متخيل انك اوزعة كده يا دينا. ايه ده دينا مين؟ انا مش دينا خالص. اصل دينا شنطها اتأخرت وقالت لي اطمنك عليها عشان تعرفها هي لابسة فستان موف مليان ورد كتير كده يا مجدي. الحمد لله. يلا باي باي بقى. خدي تعالي هنا. هاي اوزعة انت. امال انت مين؟ انا رباب اللي كنت قاعدة جنبها في الطيارة وحكيت لي عنك يا مجدي. باي باي يا مجدي. فستان موف وبورد. هي دي دينا؟ يا رب هو كده مفيش وسط. ابو نواف ظهرك والنبي. حكي بحاجة بس. مجدي فين؟ دينا صح؟ دينا. مجدي فين؟ مجدي حصل له ظرف كده. حصل له حاجة؟ لا بعد الشر. هو كويس بس يعني اضطر يسافر على فجأة. سافر؟ جات له حاجة على غفلة فسافر على فجأة. على فجأة. يوه. اطمني. هو قال لي اخدك من هنا اوديك لحد البيت. بس كان نفسي اشوفه. بجد؟ انت مين؟ أنا مش مجدي. ما أنا عارفة اسمك إيه يعني؟ عادي. أنا هكلم مجدي بقى عشان أفهم فيه إيه. دلوقتي هكلميه دلوقتي؟ أيوه. حالاً؟ أيوه. لا ثانية في إيه؟ أروح الحمام بس. وأنا مالي أنا؟ أيوه بس ثانية. أنا هتكلم أنا مالي. طيب ثانية واحدة، تكلمي دلوقتي. أبو نواف إجي؟ أبو نواف مين؟ مش دي طيارة دبي؟
من فضلك من فضلك، انا بجد مشكلتي اكبر بكتير من ابو ايه ابو ايه. حاضر حاضر حاضر. الو. ايه يا مجدي؟ معلش غصب عني والله، جات لي سفريه مفاجاه كده تبع الشغل. طياره الدوحه، اخر نداء لطياره الدوحه. ها ها لا مفيش، هو يعني طياره الدوحه يوم يومين. اخر نداء لطياره الدوحه. ها اخر نداء لطياره الدوحه. هيا دينا. ها كنت بتقول يا عم هو طالع الدوحه؟ يا عم انا مش عارف اقوم منها. ايه الصوت ده؟ هو انت في المطار؟ الدوحه. ايوه انا في المطار اهو. الدوحه. ايوه بخدم الباسبورات. الدوحه. بخدم الباسبورات وداخل على الطياره. طب بقول لك ايه، سلام دلوقتي. سلام يا اخي. الدوحه. وانا لو يعني هروح الدوحه هكذب عليك ليه؟ ما انا هروح الدوحه. الدوحه. انا اسف جدا اتاخرت، بس الحمام كان زحمه قوي. ولا يهم. كلمتي مجدي؟ كلمته. رد عليكي؟ رد طبعا، قال لي استنيني استنيني لسه قدامي كتير على الطياره، بس قلت له مش قادره عايزه انام هموت. اوكي طب طلع قدامي. طيارتي الدوحه. ايوه دينا جاي. معلش ثانية واحدة، العربية دي مش هتكفي الشنط بتاعتي. ازاي بقى هتكفي؟ هتكفي الشنط طبعا. ثانية واحدة بس، صدقني مش هتكفي، انا شنطي كتير قوي يا ستي. ولا يهمك هتكفي، بس اصبري. طب ليه بس؟ اهم حاجة في حاجة تتكسر معاكي مثلا، طقم كاسات طقم جيلي بتاع. بص هقول لك حاجة، انا هاخد تاكسي وانت تعال ورايا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، تاكسي ازاي بتقولي ده؟ عيب عيب. ازاي معلش صدقني والله هو ده الحل، مش هيكفوا. انا عارفة انا بقول لك ايه. والله هيكفوا بس مش بس. طب هقول لك حاجة. ها دي واحدة دي واحدة بس يا ستي، وده مستحيل يحصل. لو لقيتي الشنط ما كفتش ابقى خدي تاكسي، مستحيل يحصل. فرصة بس. الو. ايوه يا مين. دينا ايه الاخبار؟ طمنيني. الحمد لله تمام، انا في التاكسي اهو طالعه على بيت عمتي. بقول لك ايه يا ميجو، ايه الهلهطه اللي انت بعتولي ده؟ هلهطه ليه؟ ليه ليه بتقولي كده؟ انت مش فاهم، ده مسخره. ما شفتوش وهو مزنوق جوه عربيته وشنطي ماليه العربيه شكله تحفه؟ ده يعني كذات الراجل ان هو بيخدمك تقومي تقولي عليها لهطه؟ وانت محموق له كده ليه يا مجدي؟ محموق له علشان خاطر ده يبقى ابن عمي يا دينا. انا اسفه قوي والله ما اقصدش، بس هو شكله كيوت وطيب جدا. انا ما اقصدش حاجه والله. كيوت؟ طيب طب دينا سلام دلوقتي، علشان انا بس بخلص الحاجات اللي في المطار وكده. باي باي. مجدي الو؟ الو؟ كمان كيوت؟ فانوس؟ صبري صبري. ايه ده؟ اوعى يكون اللي في بالك. ايوه اللي في بالك. كل سنه طيب. رمضان بكره. بكره؟ ايوه. انت متاكد؟ ايوه متاكد. شافوا العيال؟ ايوه شافوه. العيال مش ميتة يا خرابي. في ايه؟ في ايه؟ انت مش فاهم. بكره. ايوه. ازاي يحصل كده ومحدش قال لي ليه؟ نعمل ايه احنا دلوقتي؟ امسك. ايوه بسرعه. ايوه بسرعه. طياره على السوبر ماركت. ايوه روح هات لي 5 6 7 8 9 10 علب فول. وهات لي 40 بيضه. 40 بيضه. 40 بيضه. ايوه انا هصحى لوحدي. طلع بسرعه. خد. ايه تاني؟ انا مش مطمن. انا مش مطمن بكره. ايوه انا حاسس ان انا ناسي حاجه. بسطرمه. شفت نسيت البسطرمه. لا لا تعالى اطلع معايا، انا ناسي حاجات كتير. تعالى تعالى مد معاك. مد معايا. رمضان كريم يا تخين. بقول لك يا جدع، انت تبطل تقول لي يا تخين دي خالص، فاهم ولا مش فاهم؟ ليه كده يا تخين؟ في انا سوسته يا بس برضه بيقول لي يا تخين. ما تقوليش يا تخين دي. انت بس بس صبر اسكت. انت ليه يا تخين دي؟ فاهم ولا لا؟ مش هقول لك تخين تاني خلاص. بقول لك ايه، انت تحشان الشهر الجاي ده كله. ها بالعيد كمان. خلاص خلاص امشي يا اخي. ايوه عرفت. اهلا وسهلا. ايوه اشرف، انا معاك اهو. بقول لك انا طالب الاجازه هتلاقيه على المكتب بتاعي. ها فين؟ في بيضه اهي.
امضي من حظي. النبي اوعى تنسى. سلام سلام سلام. يا ربيع المحيط خمسة. لازم اي خدمة؟ شكرا 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 يا صبري شكرا. انت بتعمل ايه؟ بتصحب. انت كده هتتعب في الصياعة. اعمل ايه يا صبري؟ اول يوم ده اصلا بيبقى حر وجوع وعطش ونرفزة. نرفزة ايوه نرفزة نرفزة. ايه ده؟ اداء. ما كلتش رز ما كلتش رز. يا كله بكرة ماشي. ايه؟ 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 قاعد تقلقلق تنقلق معايا. معلش معلش معلش. ايه؟ خلاص يا صبري امشي امشي يا صبري. وبقول لك ايه؟ لما تخش بكره تنظف اوعى تطلع صوت. طب حاضر. عشان مش عايز اصحى. حاضر. اسمع. ايوه. وما تصحنيش الا على الفطار. خلاص. على الفطار يا صبري. خلاص يا باشا. حط اللي في بقي ده هتنفه ولا لا؟ لسه السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ايه ده؟ انا عطشت ولحقت. شو كنت خدت منوم؟ كل رمضان انسى كل رمضان انسى. صبرني حتى اليوم على خير. ده مين السخيف ده؟ اطلع. كويس ما كنتش نمت. ايه ده؟ دينا؟ دينا؟ اتكلمني كعادل. اه كعادل. الو دينا. ايوه عادل ازيك؟ معلش سوري بكلمك في وقت متاخر. لا لا خالص انا سهران وصايم وكل حاجه. اصل في واحده قريبتنا ماتت وكنا محتاجين لحد معاه عربيه عشان نحضر الدفنه. انا والله كلمت كذا حد بس كلهم طلعوا على مارينا. انتوا هتدفنوها في مارينا؟ مارينا ايه عادل؟ الدفنه في الشرقيه. هينفع تودينا؟ طب ما ينفعش تدفنوها هنا؟ اكيد لا، هي من الشرقيه فلازم تدفن هناك. هتعمل ايه؟ هتودينا ولا ايه؟ البنت بتحب الراجل اللي لما تحتاج له تلاقيه واقف جنبها سندها، اول ما تحس باحتياج هو يبقى اول واحد يجي في بالها. دينا هصحى واكلمك. قصدي افتح البلكونه هتلاقيني واقف تحت. ايه اللي خلاني ارد؟ الحمار اللي راكن هنا كده ده. ايوه ايوه خلاص اتفضلت اتفضلت. الحمار برضه بس كده خلاص. حاضر ظبطت كده. اتفضلت اتفضلت. معلش اتفضلت. اتفضل حبيبتي. اضحك في حياتك حياتك الباقيه يا اخويا حياتك الباقيه. بقى لله بقى لله. اتفضل اتفضل يا ماما اتفضل. كتر خيرك كتر خيرك يا ابني. لا لا ما تقوليش كده. ده انا خدوم ده انا خدوم. كتر خيري على ايه؟ معلش يا عادل هو ظرف مفاجئ كده. اصل كانت عيانه قوي. بالعكس دي ماتت في وقتها فندم. يعني ماتت في رمضان. في رمضان سبحان الله. الله يرحمها. دي احلى موت احلى موت. معلش تعبناك معانا. ما تقوليش كده. ده انا خدوم جدا. اتفضلي 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 اتفضلي. كنت عايز اسال سؤال بس. هو مش الشرقيه دي على سفر؟ طب يعني الواحد ممكن يفطر؟ ممكن طبعا بس ما احناش راكبين جمل يعني عشان تفطر. يا ستي جمل ولا حصان دي رخصه ربنا حللها يعني. انا اصلا عندي السكر وتعبان فممكن اهبط منكم فجاه في الطريق. سلام. انت اتفضلي بس هجيب اي حاجه كده قبل بيها ريق بس وشويه اكل. اتفضلي اتفضلي على طول. ثواني ثواني. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. خير امرني. كيس كبير كده لملي فيه بقى ايه شويه شوكولاتات على شويه شيبسيهات على حاجه ساقعه على شويه عصاير ها وعلى ايس كريم لو عندك ولو في سندوتشات حط. انا جعان قوي عطشان قوي. لا اله الا الله. حاضر بس بسرعه والنبي. حاضر. الو اكلم تريزا لو سمحت. قول لها جرجس مش موجوده. طب اكلمها تمام. سلام سلام. خدي خدي يا دينا خدي خدي. جبت حاجات لينا كلنا رخصة لينا كلنا ناكل ونقزقز طول الطريق. افتحي لي حاجة افتحي لي حاجة اشربها بسرعة وحاجة كلها. يلا. ايه ده؟ صباح الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ كرم ابن أخت المرحومة. أهلا وسهلا. قصدي الحاج كرم. هتفطر برضو؟ أفطر إيه؟ وإحنا مسافرين بجمل ده الشرقية هنا في الشارع اللي ورانا. هات يا حبيبي. خد يا ماما. أنا فترة أكل بس لقمة كده عشان معادي الدواء. اتفضل يا أخي.
خلص العصير خلص يا حبيبتي يا غالية. في عند حضرتك برضو آيس كريم الحقيقي بقى قبل ما يسيح. والله ده أنا بحبه قوي. أهو شوكولاتة. خد الشريط ده شغله لنا مجد من فضلك. شريط؟ وده وقت مغنى ورقص واحنا رايحين عزا شيخ كرم. استغفر الله العظيم. شغل لنا فضيلة الشيخ، خلي ربنا يبارك لنا في الطريق. فضيلة الشيخ معلش انا ما خدتش بالي، انا اسف انا اسف. الموت الموت رايحتنا رايحتنا وهتنزلوا تحت. والله العظيم هتنزلوا تحت. هتشوف الويل يا تارك الصلاة يا فاطر رمضان. ما فطرتش انا، هي اللي فطرت. الثعبان الاقرع هيفطفط عظمك. ملائكة العذاب يا بول الظلام وحدك تحت يا ابن ادم. اخرك متر في متر ونص في 4 متر ونص. ما قالش كده الشيخ. بس هو ليه حضرتك بيزعق قوي كده؟ بيزعق؟ ايوه ده عليه حلاوه الصوت تمس القلوب. قلوب ايه يا كرم؟ ده صوته وحش جدا. وبعدين الدين ترغيب مش ترهيب. ايوه صح صح. لا مش صح. صح. وبعدين انت تفهم ايه عن الدين مثلا؟ تفضلت الشيخ البهتاني. لا معلش انا درست فقه في الخارج وعارفه انا بقول ايه كويس جدا، وجادلهم بالتي هي احسن. لا ده انت فجرت. اوعي اوعي بس يا واد يا كرم لحسن هقول لهم انت كنت بتعمل ايه وانت صغير. خلاص خلاص يا حاجه ارحميني اهو اهو عشان خاطر الحاجه بس. يا شيخ انت كنت بتعمل ايه وانت صغير؟ مش هقول لك. روح يا اخي. هتقوم تحفش السوق ولا ايه؟ معلش اسف الفرامل بتاعنا. يلا روح انتوا مع الستات واحنا نروح نلحق الجنازه ونتقابل هنا. ماشي اوكي. يلا يا خالتي. حبيبتي يا غاليه. اهلا مهلك يا ماما. اهلا مهلك. سلام يا غالي. اتفضلي يا حبيبتي. السلام عليكم. على مهلك على مهلك. على مهلك. حبيبتي يا غاليه. يا بطني. يا بطني. كاس الكيس كله. يلا بطني كده. ايوه اتفضل اتفضل اتفضل. البقاء لله. البقاء لله. البقاء لله. البقاء لله. هو احنا بنجري ليه كده؟ مش احنا اللي بنجري، ده النحش طاير. طاير؟ ايوه طاير. المرحومة تهلوي الى الجنة. هم خلينا نكسب ثواب حملها. حملها؟ ايه ده؟ هي المرحومة كانت حامل؟ حامل ايه يا اخي؟ استغفر الله العظيم. استنينا يا حاجة. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الله اكبر. الله اكبر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ده المغرب. مغرب يا اخي ما تعصبنيش. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. يا رب تولعوا كلكم كلكم تولعوا في جهنم. يا رب تولعوا المرحوم المرحومة تولع. عادل معلش انا اخبطت لك اليوم جدا، اكيد كان وراك شغل. انا لا خالص بالعكس، ده انا كنت قاعد زهقان والله وبالعكس انا كان نفسي اجي الطرب جدا خصوصا وانا صايم. عموما تمام الحمد لله كل حاجه حصلت. اتفضلي بقى اتفضلي. لا معلش انا لازم امشي مع بنت عمتي. ايه ليه؟ بقالي كتير ما شفتهمش يعني. سيبه بقى في مصر ان شاء الله. ميرسي جميل. باي باي. ايه القلب ده؟ جميل جميل برضو. انا كان مالي انا كان مالي ومال الشرقيه ومال المرحومه وفي الاخر ما كانش معايا. ايه ده ايه ده ايه القرف ده؟ انا ايه اللي كان جابني؟ ايه ده حكرم انت ما رحتش معاهم ليه؟ روح روح معاهم روح معاهم روح معاهم. لا لا مش هروح. لا يمكن ابدا اسيبك ترجع لوحدك مصر. لا ما انا مش حد ابدا والله. بعدين اصل انا احتمال انام وانا سايق وبفكر اتقلب، فعشان يعني بعد شر عليك يعني. قسما بالله العظيم اتقلب معاك مش هسيبك. لا يمكن. ماشي حكرم. احنا انت بتشتمني. لا ما اقدرش. طب شغل لنا الشريط بقى بتاعك. ايوه كده. اتفضل 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 اهلا وسهلا. اتفضل ازيك يا شفعي؟ ازيك يا باشا؟ قول لي يا سيدي بقى اخبار اللحم المقلقل ايه؟ موجود يا عادل بيه. ماشي هات لنا يا سيدي منه. وعايزين كمان كنت حنسى، هات لنا حنيز. الحنيز اللي حضرتك بتحبه يا عادل بيه؟ ايوه يا سيدي ايوه اللي انا بحبه. موجود يا عادل بيه. طيب هات لنا بقى شويه مجلجل على شويه حنيز وشويه رز كده وشويه يصنع. تمام شفعي مش كده؟ ما تنساش الصلاه طاط امين. معقوله؟
انت على الجو بسرعه. انت عارف يا عادل، دي اول مره اقابل حد في مصر بياكل لحمه من الجلجل وحنيس. وانا كمان اول مره اخد بالي يعني او افتكر ان انت ممكن تكوني بتاكلي الاكل ده برضه. يظهر فعلا ان في بيننا حاجات كتير مشتركه. ايوه عادل بيه. ايوه يا سيدي اتفضل. شكرا. امرني بحاجه تانية يا عادل. ميرسي بيه. خلاص شكرا يا شاف. شكرا. رهيب رهيب رهيب. ممكن تديني حنيزايه بقى؟ عايز حنيزايه؟ اه مني انا؟ اه طبعا. حنيزايه حنيزايه ديك حنيزايه مزايا واحده. افتكرت. معلش معلش خديها انت، اصل افتكرت فيه مهم قوي لازم اعملها. طيب بصوا بصوا مش مهم التليفون دلوقتي. مش هاكل بايدي يعني، مفيش مشكله. ايش حياتك. بس غريبه قوي برضو ان انت يعني بتاكلي كل الكميات دي وما تتخنيش. لا اصل انا فظيعه، عندي هيس. اول ما بحس ان وزني ابتدى يزيد بلحق نفسي على طول. عشان كده اصل انا بتخن بالريحه. انتي ضعيفة بس واضح انها غدد حاجة. بس انا عندي حاجة مختلفة عنك شوية. ايه؟ اسمها ارادة. سمعت عنها قبل كده؟ لا الحقيقة. دي زي ارادة اعمال او كده. ايه؟ ايه؟ هزار كده وهزار. قلشت منك شوية دي عادي. واضح ان قريبك دمه اخف منك. قريبي مين؟ مجدي. مجدي بيموتني بالضحك. انت مش فاهم مجدي بيعمل فيا ايه؟ حتى في الشاتنج ضحك 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 طول الوقت. في الشاتنج برضو؟ دمه خفيف قوي والله بجد. مجدي دمه خفيف، مجدي دمه لطيف، مجدي مش عارف زفت ايه. مش كفايه انها بتاكل حنيز ومستحملها؟ يا حرام. شفتي يا جماعه؟ يا جماعه ايه الحل؟ ازاي واحده تكره واحد هي معجبه بيه؟ دي ما شافتوش ولا مره، وانا شافتني كذا مره. مفيش مره كلمه حلوه. ما تردوا. ما ترد يا ام العريف. بص، هما حاجتين، ان انت تبقى احسن منه وان انت تصدمها فيه، ولا ايه؟ مظبوط. مجدي انا زعلانه منك قوي، ما كنتش اتخيل انك تعاملني المعامله دي. المعامله الصعبه. المعامله الصعبه؟ اه يعني من العمله الصعبه وكده، دي واضحه جدا. ايه النفخ ده؟ ده اساس انها بالونه. لا 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 كده اوفر قوي. انت شارب حاجه يا مجدي؟ شارب ولحيه. على فكره الهزار ده رخم وغلس كمان. طب بقول لك ايه يا دينا، بما انه يعني هزار رخم وغلس وكده، انا حاسس ان انت من ساعه ما جيتي وانت فاضيه، وشايف برضو ان عادل فاضي، ما تقعدوا تكلموا بعض بما ان انتوا الاثنين فاضيين. دينا معلش انا بجد مشغول ومش فاضي قوي يعني للتفاهه دي خالص، معلش اعذريني. طب باي باي بقى لحسن. بصي مشغول مشغول مشغول. باي باي دينا. باي باي. الو. يا دينا. ايوه يا عادل، من فضلك قول لابن عمك ان انا مش عايز اعرفه تاني. ليه ليه؟ خير؟ حصل ايه؟ ليه؟ انا مش مصدقه نفسي، ده كانه بني ادم تاني. طيب اهدي 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 شويه اهدي شويه، انا هكلمه لك. حاضر. خلاص انا هسامحه المره دي عشان خاطرك انت بس. معلش يا دينا، اصل هو كوكايين بيطلب قله ادب. الايه؟ كوكايين؟ انت عرفتي منين؟ مش انت لسه بتقول؟ اه ده انا اللي قلت دلوقتي. دينا ارجوكي ارجوكي اوعي تقولي له. الحسن ده عصبي جدا عشان خاطري. ها ولا اقول لك؟ قولي له على فكره انا ما بخافش. قولي له يستاهل. هنعمل ايه؟ لا تقول لي ولا اقول له. انا اصلا مش عايز اعرفه تاني. اقفل اقفل دلوقتي، مش قادر اخد نفسي. الكوكايين. ايه الحظ ده؟